الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشهد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إمام نووي لكده كتاب رياض الصالحين باب صبرت أجاك أقش لنبر الدرس عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه تأييم ونر النبي صلى الله عليه وسلم حدث فرمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمت الطهور شرط الإيمان فاكزيكي فاكون وزو قوري وصول قوري بعضما نافق بجدرن نافق ساب قوري زاقم مدي إن الله خورم مدي إن ساب بجدرن فاك بجدرن إيه فاك إبارة خودي كي شرط الإيمان إيمان الأدوك الله أكبر تيان تبصر دخل الله فاكزيكي تاقل هميشا আনিছে বলতো ইমান আছে দিয়ে আনছ বল ইমানত উদ্যোগ বলো হল তো ইয়ান তো আর কেমন দেখুন দিলে যেটা নাকি নজাফত মিন আল ইমান খায়র হাদিস বলো হ ইবা হাদিস উদ্দন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবা খায়র উদ্দন আবার আর গশে গদে মদনাই কোন কিতাব মদনাই আর গশে গদে হাদিসই বলো বলো দিয়ে বাহ দিয়ে এইদরে তোর শতদ ইমান ইয়ান ইবা হাদিস وبنو والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله اللفظ يبقى معنى كي تمام تعريف على الله اللفظ يبقى مختصر لفظه خطو شندر يبقى يقول الله صواف الميزان برعب على الله أكبر وحمش الحمد لله والطيبة وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض سبحان الله والحمد لله إيه لفظ دينو إيه لفظ دينو فردتك إيه لفظ دينو إيه ولكي قد ده আসমান আর জমিনর মাঝে জিয়ান কুলা আছে পাঁচশত বছর আছে কুলা ইয়ানরে সোয়াফলে পড়া গেলা আল্লাহ আকবার তাহলে হামেশা ভারত থেকে তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর হাদিসে কয়ে কালিমাতানে হাবিবাতানে ইলা রহমান খতিফাতানে আলা লিসান থাকিলাতানে ফিল মিজান সুবহানাল্লাহ বিহামদি সুবহানাল্লাহ আদম দুয়া লফজ আল্লাহ হাসি বিশি মাহবুব জুবান মাদি বিশি আসান সোয়াফর মিজান বাড়ি যাবে كي غير سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وده سبحان الله الحمد لله سيدنا دول والصلاة النور نواس قضيب النور وبيان زيتان نواس نور ترى غزد نواس نور النور نور ماني كي نواس يبقى توار خبر مرة توار عند دي خبر مرة فور قضيب لتوار الله عند الله حاجر الدين زيباني كي جهنم روتو فلسرة زيبا عسي كبري زيبا عسي سلطور فاتول عند الله বেলারুত্তর দার এর তো হাম হাম আহা যাগ দিব জনতা যাব আল্লাহ জম্পতিত ফরিগ দিলে জাহান্ন দিলে এ জাগিয়ে আন্দারো এখন ফল করিব দে তোমার নোয়াসি তোমার ইন্দিল্লা ইমানে ফল করিব দে তুমি নোয়াস করিব নো দুনিয়া মাদি তোমার মুকম্মল নো দাহাজ তোমার বুড়াই মানুষ কালা মানুষ শৈতানে না পাইব তোমার গল্লাই হাই বাদিব নই বসলে আর নোয়াস করিব নো কি ইবে নই বে গুণা করতে নো দে এটা নোয়াস গুণা করাই মানা করে নো দে তোলা والصدقة برهان الصدقة صدقة حجة صدقة هديبة صدقة هديبة برهان برهان معنى حجة تو الله الحجة حجة معنى كي هاي تو هذا مثال ده هاي تو قدر كان كي نو قدر يعني نو خونا خابس تابس ناي عندك نبى لا منجز زي ما تيجي خارج لتسمع نو لكن تو جد حجة نيلا يدويل صدق نيلا يدويل قدر يعني ما ده خونك كي تحط خارج لبادي بنا نا بادي بو كلا صدقة سه تو هذا ما تبغى كم تو تيجي بدو هاي تو هذا بس هاي بنا হদি এ সৎক হদি প্রধান তো আল্লাহ হজ্জত কেন হজ্জত দে তো সৎকে গো যদ বলে তোমার আল্লাহ এ সৎকে বজ্জ দে বলা মসুর দুধ গরিব দুনিয়ার মাঝে ইন্দিলা হাসো দিন আজাব তো পাশে গলা বল ইয়ামুল কিয়ামা ইল্লা গরম মাথার বড় হবে বেল হাসা হাসা মাথার হাসা হাসা বলে এরে সৎকে সাব বনিব সৎকে দন্ড মসুর তো দূর করে সৎকে আল্লাহ আজাব বাসা সৎকে আল্লাহ আনি রাজি গরা এনা সৎকে তো আল্লাহ কি হজ্জত পাসিব আল্লাহ والصبر ضياء صبر خدي بفور هذا اللي زيتها صبر كده كده مونتو زي شانتي فا أرام فا خوشي فا زيتها بدش نقول صبر نقول آخر تو تخلقه ما بده زي كده صبر كده فور ده كده يعني ما والقرآن حجة لك أو عليك القرآن الشريف توالا بولي حجة حجة ما نيا تقول إن لا توالا بس هاي بودي توالا توالا بولي بقى القرآن الشريف تي هاي بودي توالا حماد كده بودي কোরআন শরীফ আমার যদি বলি খবর মাঝেও হাসর দিনও কোরআন শরীফ তোমার হেমায়ত করিব তোমার হজ্জত তোমার বাসা বলাবো আল্লাহ হাসে তুই আও আলেক ইয়া তো কোরআন শরীফ তুই আমল না করে বলে তোমাকে আওড়াইব কোরআন শরীফ তোমার জাহান্নামে উজল ডাল দিব
الله رغب شيئا قريبا. قال رسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبي الله شيئا قريبا ترى يا الله قومي قرآن شديد بده إذا دخلي عمل نقولي قرآن يا الله خوز ده حابس فوين زي ترى عرض فوين ما شاء الله حفظ بشي قرآن 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 ده حابس هو لكن قرآن شديد معاني نبوزي قرآن شديد دام نبوزي دونه خلنطا جاء إتارة دونتر قناة كل قريبا قرآن شديد بياد دبي قرآن قرآن شديد بطول ده قرآن سيئة تمارا وشيار قرآن شديد تمارا قاور نوين نو قرآن شديد عمل قرآن قرآن شديد معاني شيكو قرآن شديد تفسير شيكو قرآن شديد أحكام شيكو إن صلاة قرآن شديد مطابق صلاة كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها النبي صلى الله عليه وسلم أخذت غدة مانش بكلون بيننا صورة ولا دو فاتي الفاتي نيز النفس دي بسي غلا الله ذي الله ذي بسي غلا جهنم تو أسد غدي غلا معتقها من أسد غدي غلا يعني بيننا فوائد خدون تام فل تاجد فل أذيتنا فا إتفوز أتمو غدي توي بعدين فوز نواصم فل نواص فل زكيد غدي كرام فل بعد شندو غدي خامس زغوي حق حلالي خا حق حلال غدي خامس شندو فاسد نواصد غدي شندو دعي الحمد لله أزاد جهنم تو أذ خدون كلا رتيا ورجو ما نرى رتنا غدي فوز أتمو ده نوره بيننا بالوري بعد أشتنا غدي تام فا خورد نواص خورد دعا خورد زكيد بعد غدي أنا خامس زغوي ديدي غدي هو بعد بيماني غدي خامس شود غدي جهاتي غدي منشود بوم ده فاسد نواص ناي كسم حلال حرام تمس ناي نيزن نفس ده أو موبقها إذا النفس ده غدا حالك بتفعل أبي جهنم وتعالى ده ولي أصعب فعل ده ولي الله بيشوفه شيء يا نفس ده باسون سا إنسان تو نفس ده الله أصعب تو باسون سا الله أعلم إذا حديث رواه مسلم صلى الله عليه وسلم.